حبايبي لو سألتك وقلت لك الكلمة دي اسمها ايه هتقول لي water. برافو عليكم. طب لو سألتك سؤال تاني، يا ترى الووتر دي بتتعد ولا ما بتتعدش؟ اكيد هتقول لي ما بتتعدش، لان ما اقدرش اقول مية ولا ميتين ولا ثلاثة، يعني ما اقدرش اعدها، وكمان ما اقدرش احط قبلها اي، يعني ما اقدرش اقول a water، وكمان ما اقدرش احط قبلها اي نمبر يعني اي رقم، ما اقدرش اقول 1 water 2 water 3 water. اذا water كلمه لا تعد. تاني، water كلمه لا تعد، لا تعد يعني uncountable. تاني، uncountable، uncountable noun يعني اسم لا يعد. لو سالتك الكلمه دي اسمها ايه هتقول لي juice. juice بمعنى عصير. طب يا ترى لو سالتك العصير بيتعد هتقول لي لا طبعا لانه سائل، والسوائل لا تعد، برضو نفس الكلام ما اقدرش احط قبله اه، وكمان ما اقدرش احط قبله اي رقم. طيب يا ترى ازاي احول الاسماء دي من اسماء غير معدوده لاسماء معدوده؟ ده موضوع درسنا النهارده ان شاء الله، استنونا وما تروحوش بعيد، يلا بينا. حبايبي موضوع درسنا النهارده هو ازاي احول الاسماء التي لا تعد، يعني الاسماء اللي ما بتتعدش، شكل الميه وشكل العصير وشكل الشوكولاته وشكل اللبن وشكل الشاي، كل الاسماء دي ازاي احولها من اسماء غير معدوده لاسماء معدوده. تعال نشوف، بس قبل ما نبدا يلا ننطق كلمات الدرس بتاعنا النهارده، وشكل ما احنا عارفين ان نطق الكلمات بيبقى من كتاب المعاصر. اول كلمه معانا هي كلمه اباكيت اوف، اباكيت اوف، وخلي بالكوا حبايبي ان الاف هنا بتنطق في اوف، اوف مش اوف. تاني، a bucket of، a bucket of يعني علبة من. الكلمة التانية معانا هي كلمة a bar of، a bar of، a bar of معناها قالب من. الكلمة التالتة a carton of، a carton of، a carton of، a carton of يعني عبوة كرتون أو علبة كرتون من. تاني، عبوة كرتون أو علبة كرتون من. الكلمة اللي بعدها كلمة a bottle of، 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 a bottle of يعني إزازة من. اللي بعدها a slice of، a slice of، a slice of، a slice of، a slice of يعني شريحة من. اللي بعدها كلمة a piece of، a piece of، a piece of يعني قطعة من، a piece of يعني قطعة من. تعال نشوف ال extra vocabulary معنا. أول كلمة كلمة cookies، 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 chocolate، 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 juice، 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 water، 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 lemon، 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 cola، 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 milk، 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 cake، 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 cheese، 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 banana، 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 carrot، 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 meat، 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 soap، 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 semolina، 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 semolina. تعال نشوف الأفعال اللي معانا. كلمة use ودي الماضي بتاعها used، use and used، use، used. أما بالنسبة للأفعال irregular اللي هي الشاذة الغير منتظمة معانا، عندنا كلمة drink الماضي بتاعها drank، drink، drank، think، thought، think، thought. طبعا حبايبي شكل ما قلنا موضوع درسنا النهارده هو ازاي احول الاسم غير المعدود، يعني الاسم اللي ما بيتعدش ده، شكل الميه مثلا، شكل الشاي، شكل اللبن، شكل العصير، لاسماء بتتعد، ازاي اعدها؟ قال لي عشان اعد الاسماء دي لازم احط قبلها كوانتيفاير. يعني ايه كوانتيفاير؟ قال لي يعني اداه تجزئه. تاني، كوانتيفاير يعني اداه تجزئه. مثال لو انا قلت لك دي ايه هتقول لي دي ميه. طيب انا عايز اعد الميه، قال لي يبقى ممكن احطها في ازازه. الازازه دي بقول عليها اداه تجزئه. يعني ايه اداه تجزئه؟ يعني انا جزأت الميه، قسمتها، فبالتالي لو حطيت البوتل وحطيت وراها of وبعدين water بقت a bottle of water، a bottle of water، a bottle of water يعني زجاجه من الماء. طيب يا ترى ايه اللي هينجمع هنا، البوتل ولا الووتر؟ قال لي لا، اللي هينجمع هنا هو كلمه بوتل، لان البوتل جمعها بوتلز، زجاجات، وبكده يبقى انا اقدر اعد ازايز او زجاجات الماء، لكن ما اقدرش اعد الماء نفسه، فبالتالي حولته حطيت قبله اداه تجزئه اللي هي الكوانتيفاير، فبالتالي اقدر اعد الكوانتيفاير دي سهل جدا. فبالتالي a bottle of water يعني زجاجه ماء، two bottles of water يعني ازازتين ميه، three bottles of water يعني ثلاث زجاجات من الماء. كمان انا ممكن احط الووتر دي in a glass، glass حبايبي بمعنى كوبايه، يبقى ممكن اقول a glass of water، a glass of water،
A glass of water يعني كوباية مية. يبقى هنا ممكن أعد الكوباية، يعني ممكن أقول two glasses of water, three glasses of water. يبقى إذا ممكن أعد كوباية الماء. كذلك لو خدنا كلمة شكل كلمة juice، يعني إيه juice حبيبي؟ juice بمعنى عصير. العصير ده ممكن يكون فيه، قال لي لفظ التجزئة اللي ممكن يجي مع عصير مثلا هو ان انا احط العصير في علبة، عارفين العلبة الكرتون اللي بيبقى فيها عصير، فممكن اقول a curtain of juice. تاني a curtain of juice يعني علبة عصير. تاني a curtain of juice يعني علبة عصير. ممكن كمان حبيبي العصير يبقى في بطل، a bottle of juice يعني زجاجة عصير. تاني a bottle of juice يعني زجاجة عصير. طب العصير ممكن يكون في ايه كمان؟ قال لي ممكن يكون في كوباية، فبالتالي اقول a glass of juice, a glass of juice. وبكده يبقى انا اقدر احول الاسم غير المعدود لاسم معدود في ان انا احط قبله quantifier. طب يا مستر هو انا مهمتي ايه في الدرس ده؟ مهمتي حبايبي ان انا احفظ الكوانتيفاير اللي بيجي قبل كل اسم. تاني احفظ اداة التجزئة اللي بتيجي قبل كل اسم. يعني مثلا لو خدنا مثال شكل الووتر، الووتر شكل ما قلنا بيتحط في ازازة او بيتحط في كوباية. الجوز نفس الكلام ممكن يتحط في كرتون يعني علبة كرتون، او ممكن يتحط في كوباية، وممكن كمان يتحط في ازازة بوتل. يعني الملك نفس الكلام، الملك ممكن يبقى في جلاس، ممكن يبقى في كرتون. كرتون حبيبي اللي هي علبة الايه؟ علبة اللبن اللي احنا بنشتريها من البقال. التي الشاي، التي ممكن يكون في جلاس يعني في كوباية، ممكن يكون كاب، وكمان ممكن يكون في فنجان. مثلا لو خدنا حاجة شكل التشيز، تشيز حبايبي اللي هي الجبنة، تشيز اللي هي الجبنة. طب التشيز قال لي التشيز بتبقى قطع يعني pieces. A piece of cheese يعني قطعة جبنة. لو خدنا كلمة شكل كلمة chocolate، chocolate حبايبي اللي هو الشوكولاتة، الشوكولاتة ده ما عارفين ان هي بتبقى قوالب، والقالب اسمه bar. فلما اجي اقول قالب شوكولاتة اقول a bar of chocolate. تاني a bar of chocolate. عندنا البيتزا، البيتزا دايما بتبقى slice. slices بمعنى شرايح، باخد شريحة بيتزا، فعشان كده شريحة البيتزا اسمها a slice of pizza. a slice of pizza. slice of pizza يعني شريحة بيتزا. مثلا عندنا كلمة biscuits، biscuits عارفين هو بيباكو، فبالتالي بقول a bucket of biscuits. a bucket of biscuits. ليه الكلام ده؟ قال لي لان في الاختيارات هيجيبها لي بطريقتين اتنين، يا اما هيجيب لي لفظ التجزئة الاختيارات في لفظ التجزئة، يا اما هجيب لي الاختيارات في الاسم اللي ورا لفظ التجزئه بالمنظر ده. تعال نشوف مثال كده. مثال اولاني بيقول لي they had a of apple pie. طبعا كلمه apple pie حبايبي بمعنى فطيره. طيب الفطيره هتبقى في ازازه ولا هتبقى قطعه ولا هتبقى في قالب؟ شكل ما احنا عارفين لازم هنا ركز في المعنى ده، المعنى ده باي، يبقى الباي هتبقى قطع، الفطيره هتبقى قطع، فبالتالي لازم اقول a piece of pie. a piece of pie. طيب لما يقول لي she had one slice or bottle or piece of water، برضو هنا هبص على كلمة water المية، واسأل نفسي يا ترى المية هتبقى قطع مية ولا زازة مية ولا شريحة مية؟ فأكيد هتقول لي a bottle of water. a bottle of water يعني زجاجة ماء. نفس الكلام they want a curtain, a bar, a bucket of milk. يا ترى اللبن هيكون ايه؟ قالب لبن؟ هتقول لي لا يا مستر. طيب كرتونة، كرتون انا مقصود بيها العلبة الكرتون يعني، ولا باكت باكو؟ هتقولي لا، هو اللبن احنا بنجيبه يا اما في ازازة يا اما في كرتون. كرتون حبيبي اللي هي العلبة الكرتون. طيب عندنا احمد had a bottle or glass or bar of a chocolate. هسأل نفسي برضو يا ترى الشوكولاتة، الشوكولاتة هتبقى موجودة في ايه؟ طبعا في قوالب، فبالتالي هقول a bar of a chocolate. تاني a bar of chocolate. المثال الخامس بيقول رانا هاد ا بوتل اوف. هنا بقى جاب لي لفظ التجزئه معلوم لكن الاسم بتاعي مجهول، فبالتالي لازم اسال نفسي مين في دول اللي ممكن يكون في ازازه؟ الشوكليت الشوكولاته، ولا الكيك الكيكه، ولا الووتر؟ هتقول لي اه لا، اللي ممكن يكون في ازازه هو الووتر الميه. تعال نشوف المثال اللي بعده. اي بوت ا باكيت اوف. ا باكيت قلنا باكيت حبايبي بمعنى باكو. طب مين هنا اللي ممكن يكون في باكو؟ الميه، ولا الجوس العصير، ولا البسكتس البسكوت؟ هتقول لي اه، اللي بيبقى بكاوي دايما هو البسكوت، فبالتالي هقول a bucket of biscuits. a bucket of biscuits يعني باكو بسكوت. فاذا الاختيارات هتجي لي كالتالي، يا اما هجيب لي لفظ التجزئه مجهول فبالتالي لازم اشوف الاسم، او حبايبي ان انا بيجيب لي لفظ التجزئه معلوم فاشوف ايه الاسم اللي يمشي مع لفظ التجزئه ده. طبعا لو جيت لي في الترتيب بيجي لي بالمنظر ده، مثلا يقول لي هاد سامي اوف كان اند كولا،
وقول يرتب. طبعا هنا حبايبي شكل ما انا عارف ان دايما اي جملة انجلش بتبدأ بالفاعل. الفاعل بتاعي هنا هو حاطط لي خط تحته سامي، فهقول سامي. بعد الفاعل حبايبي بيجي الفيرب، الفيرب اللي هو الفعل. فانا لازم ابص هنا فين الفعل، هتقول لي هاد يا مستر، فهقول لك سامي هاد. طب اجيب لفظ التجزئه الاول ولا الاسم الاول، هتقول لي لفظ التجزئه. طب لفظ التجزئه جاي قبله ايه، فبالتالي هقول اكان اوف. تاني اكان اوف، يعني ايه اكان دي يا مستر؟ اكان دي معناها علبه، بس علبه صفيحه. الكنز حبايبي اللي احنا عارفينه هي اسمها كان، ودي جمعها كنز. A can of cola يعني علبة كوكا كولا، خلاص. بس كان يعني علبة صفيحة. تعال نشوف المثال اللي بعده. We bought water of a bottle and sir. طبعا الفعل بتاع حبيبي سارة، وبعد سارة ببدأ أجيب الفعل. فين الفعل؟ bought، فبالتالي هقول سارة bought، يعني سارة اشترت في اللفظ التجزئة a bottle of. أبطل أوف يعني زجاجة من. طب فين الاسم بتاعي؟ ووتر. يبقى سارة بوت أبطل أوف ووتر، يعني اشترت إزازة ماء. وبكده يبقى أنا انتهيت من الدرس الأولاني، واللي بيعلمني فيه إزاي أحط كوانتيفاير يعني أداة تجزئة قبل الأسماء الغير معدودة، أو حتى لو كان الاسم معدود. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe. And don't forget the bell so that you can watch all our episodes. استنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله مع الدرس الثاني من الوحدة الثامنة، واللي عنوانها شكل ما قلنا We had fun، لقد استمتعنا. Goodbye. السلام عليكم.